جزاكم الله خيرا. تقول أبي يصلي شهر رمضان وفي أيام الجمعة، ويصلي أوقات ويقطع أوقات، وعندما تحضر الصلاة وهو موجود في البيت أقول له بأن يصلي فيستمع لي ويصلي. أرشدني يا فضيلة الشيخ كيف أستطيع أن أجعل أبي يحافظ على صلاته ولا يترك أي فريضة؟ عليك بمناصحته وموعظته. قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات. وقال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة هذا سبب لدخول الجنة كما في هاتين الآيتين. وبالمقابل فإن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يضيعون الصلوات. قال سبحانه: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. والغي كلمة عذاب ووعيد شديد، وقيل إنه واد في جهنم، أي لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت. قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. ومعنى أنهم عن صلاتهم ساهون أنهم يؤخرونها عن أوقاتها. فإذا كان الذي يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها متوعدا بهذا الوعيد الشديد، فكيف بالذي يترك الصلاة نهائيا ولا يصلي إلا بعض الصلوات؟ هذا يكون كافرا بالله عز وجل، خارجا من الملة، لأنه تارك لعمود الدين وعمود الإسلام، ثانية أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا دين لهذا. فعليك بمناصحته وقراءة هذه الآيات عليه، كلام أهل العلم إذا تيسر المناصحة عن التهاون بالصلاة وبيان الوعيد الوارد فيها، لعل الله أن يهديه أو أن تقوم عليه الحجة وتبرأ الذمة بالنسبة إليه. نعم، تبرأ ذمة الناصح. اللهم استعان. نعم، اللهم استعان.